عبارة عن تكلسات بالكارتليج وبالمنسكاي. فهذا عبارة عن كوندروكالسينوسيس، قد يكون سيمتماتيك أو قد يكون أسيمتماتيك حسب بعد الكلينيكال بريزنتيشن مالت المريض. شو أسوي له علاج؟ علاجه يشبه الجاوت. إذا أكيوت أتاك نسحب الفلويد ونطي ممكن انترا أرتيكولار إنجكشن، ممكن نطي ستيرويد، ممكن نطي كورتيزين، ممكن نطي نون ستيرويدال مثل الجاوت. نقولهم اكسرسايز وفيزيوثيرابي مثل الجاوت أيضا. وإذا كرونيك أرثرايتس وصايرة مثل الأوستيو أرثرايتس نعالجها مثل الأوستيو أرثرايتس. إذا مثل ما هو بالكلينيكال بريزنتيشن قلد البقية، العلاج أيضا حسب البريزنتيشن. إذا جاي مثل الـ OA أعالجه مثل الـ OA، إذا جاي مثل الـ GOUT أعالجه مثل الـ GOUT، إذا جاي مثل الـ RA راح ما أعالجه طبعا مثل الـ RA، أعالجه أيضا مثل الـ GOUT، لكن تختلف العلاج حسب نوع البريزنتيشن. النوع الثالث والأخير هو أيضا كالسيوم فوسفيت، لكنه بيسك كالسيوم فوسفيت وليس كالسيوم بايروفوسفيت. الكالسيوم بايروفوسفيت هاي اللي تشبه العظم، هذه بيسك كالسيوم فوسفيت ديبوزيشن ديزيز. هذه سببها هي هيدروكسي أبتايت ديبوزيشن أو أبتايت كريستال and other basic calcium phosphate crystal deposition بالsoft tissues. ممكن تترسب بالtendons، بالligament، بالhyaline cartilage، بالjoint، بالskeletal muscle. هاي ما تعرف حدود، تترسب بأي مكان. هذه هي أنواعها. ممكن وين تصير؟ تصير calcific periarthritis. Periarthritis معناها around the joint، فمعناها tendons and ligaments. ممكن تذكرون الكالسينوسيس اللي حكينا عليها بالدرماتوميوسايتس وبالسكليروديرما بالSLE، قلنا ممكن يصير اكو عندهم كالسينوسيس. هذه هي سببها هي البيسك كالسيوم فوسفيت كريستالز. بالميكس كونكتيف تيشو ديزيز حكينا عليها، ممكن الباجيت ديزيز اوف بون يصير اكو بالبلود فيسل تكلسات ويصير عندهم اوستيو يصير عندهم العفو اثيروسكليروسيس. ممكن يصير تكلس بالانكيلوزيك سبوندلايتس بسببها. ممكن الفايبرو ديسبلاجيا اوسيفيكانس بروجريسيف يصير اكو سبوكتينيس تيشو كالسيفيكيشن اند ماسل كالسيفيكيشن يكون بسببها. واكو عندنا سيندروم اسمه ميلواكي شولدر سيندروم اللي راح يصير بالليجمنتس والتندن كالسيفيكيشن around the shoulder. وأكو عندنا الهيريديتري أوستيودستروفي اللي اسمه Albright Hereditary Osteodystrophy يصير عندهم muscle calcification. إذن فهي ما تعرف حدود، ممكن تترسب بأي مكان. ناخذ من عندها الcalcific periarthritis لأنه common presentation. هي عادة وين تجي؟ عادة يشتكي المريض من الشولدر مالته، والmost common site هي supraspinatus tendon. ممكن تصير تندن، لكن الموست كومن سايت هي supraspinatus. راح تجينا acute pain, swelling, local tenderness rapidly over 6 hours مثل الجاوت ومثل السودو جاوت. قلنا دائما الكريستال تجي acute. hot red area مثل الجاوت بالضبط. systemic upset and fever may occur ايضا مثل الجاوت. أدسة أشعة للشولدر راح اشوف اكو تندن بكالسيفيكيشن بسبب الهيدروكسي ابيتايت كريستال. و من أسوي لأسبيريشن راح أشوف أنه أكو كالسيوم كريستال بي، ممكن أشوف نيوتروفيليا، ممكن أشوف إنكريس ESR وCRP بالضبط مثل الجاوت. تشوفون هذه هي الكريستال شون صايرة بالتندين، كلها صاير بكريستاليزيشن وكالسيفيكيشن. التريتمنت هاي من واحد هالطيب عادة over 1 to 3 weeks راح يخف الألم. أنا ممكن أساعد شطي أطي مسكنات وأسوي له فيزيوثيرابي، وممكن أقول له أنه إذا ما تتحمل أسوي لك إنجكشن، أو ممكن أدزه للأبو الأورثو ممكن يسوي له يسحبها عن طريق سيرجيكال ريموف. لكن طبعا إحنا ما نحب العمليات كلش، لأنه دائما يبقى المريض يشتكي وراها من كرونيك بين. ها هي أكو عندكم سؤال؟ موضوع الجاوت مهم جدا، والتريتمنت مالته مهمه ايضا، وراح تطرا عليكم وباهلكم، احد يسالكم، نظام من قرايب،
من مراجعين، او بعدين من تخلصون بخير وسلامه وتروحون بالطوارئ. فكلش ضروري انه نعرف الجاوت شنو انواع علاجاته، ومن احد يسالنا خاصه الزايدور كلش هواي يستعملوه، ولازم نعرف شنو استعمالاته. دكتورة، بس سؤال إذا ما كزحنا. اي تفضل. دكتورة، من ننطي بروفلاكسس للأكيوت جاوت بعد الأكيوت جاوت، نعم ننطي قلنا الألوبرينولون وننطي ويا إنسيد أو كولشيسين والسوالف. نعم قلت ياخذها لمدة 6 أشهر، يعني لما تصير عد الأتاك ياخذها؟ لا، ياخذها على طول. لا، يبقى ياخذها بشكل مستمر. زين دكتورة، والسايد افكت مالتها مثلا الكولشيسين الدايرية وهالسوالف؟ هو احنا لازم انه نستعملها بشكل بحيث انه نتوقع شنو السايد افكت اللي حتصير. اذا واحد كبير بالعمر ما راح اعطينا نستيرويدال، اذا واحد دايابيتك احاول ما اعطي ستيرويد، وهكذا دوز قليله. الكولشيسين اذا المريض طبعا الدياريا تصير باول جرعه مالت الكولشيسين، لهذا السبب يقول لنا انه انجري، المريض راح يكون كلش انجري لان بعده ما لحق يشتغل الكولشيسين، بعدها الاكيوت اتاك اوف ارثرايتس وسيفير دياريا. فانا اذا اعطي حبايه باليوم ويتحملها ممكن يستمر عليها لمده 6 اشهر. اوكي دكتوره، شكرا. اوكي، ومثل ما قلنا انه هنا انديكيشن، مو اي واحد، مو كل ما واحد يصير جاوت ياخذ اللوبيورينول، الا اذا تتكرر مرتين بالسنه، إذا عدى joint damage أصلاً، إذا عدى renal stone، إذا عدى renal impairment، وهذني هنا الindication. شكراً دكتورة. أهلا وسهلا. بعد أكو أحد عدى سؤال؟ دكتورة، diagnosis أحسن شيء عن طريق الإكسراي يعني؟ أريد أتأكد أنه هذا الشخص بالجوت. لا، الـ diagnosis مثل ما قلنا، كل شيء diagnosis شوف عين. Aspiration and examination under the polarized microscope حتى اشوف الكريستال. هذه هي الدايجنوستيك ابروتش. راح اسوي اشعه ممكن تساعدني اشوف انه ايه، اقول ايه هذه punched out erosion ماكوله اكل. اذا نرجع لهاي الصوره اقول ايه هاي تشبه الايروجن مال الجاوت، وهو البرزنتيشن قال كذا، يعني بطريقه غير مباشره. لكن الجولد ستاندرد هي الاكزامينيشن اندر بولارايزد مايكروسكوبي. تمام دكتور، عشتي بش. أهلا وسهلا. أوكي، إذا ما عندكم سؤال ننهي المحاضرة إن شاء الله.